بداية أمي أكيد. يعني هي كانت أكثر واحدة مؤمنة بالفكرة. كمان خواتي يعني وقفوا معي كمان. أبي بداية كان مش عارف بموضوع المشروع، بس أبي من الناس المشجعين كثير للزراعة، فكان معتمد علي بكل حاجة تخص الزراعة بي، وإلى الآن أشوفه كمان مرة مهتم بهذا الشيء. ولما عرف عن مشروعي، طبعاً كأي أب يحب إنه بنته تكون يعني حاجة يعني كبيرة، فكان هو حابب موضوع التدريس أكثر، إني أكون معيدة ودكتورة وكذا. بس لما عرف موضوعي يعني أتقبل الموضوع وشجعني كمان، يعني هو الآن يكفي إنه أعطاني المساحة دي كلها أتصرف فيها براحتي. يعني بقت الآن حديقتي، هذه الحديقة حديقة هند، يعني هذا الفضل كبير لأبي أكيد بعد الله، إنه أعطاني المساحة هذه وأعطاني الحرية كمان. يعني مش أي شخص يلاقي الحرية، وخاصة البنات مش أي واحدة تلاقي الحرية إنها تعمل اللي تشتي، إنه ممكن تخرج من حاجة لحاجة، إنها تشتغل الحاجة اللي بنفسها، وخاصة زي كذا حاجة مش متعودين عليها إحنا، إني مشروع زي كذا. فأسرتي هم أكثر شخص دعمني، وهم الشخص الوحيد اللي دعمني بحياتي، أسرتي فقط. فأنا معتمدة الآن بشغلي على مجهودي الشخصي وعلى دعم أسرتي فقط. والله لما بدأت بالمشروع أنا مرتاح لأفكار البنت، إيش هذا شيء رائع إنها تفكر التفكير هذا، خاصة إنه الوقت موجود والإمكانيات يعني نوعا ما ميسرة، يعني هذا إن شاء الله تتوسع أكثر، يعني في أماكن كثيرة يعني يمكن تتوسع بزراعتها بالوادي مع توفر الماء أحيانا، يعني في أكثر من المكان هذا. هذا هنا صعب، وجود الماء صعب فيه بشوية. يعني بالبداية بما كنتش عارف بالموضوع مشروعي النباتات، يعني كنت على أساس أنه أنا تعز دخولي تعز عمل تدريس وكذا. بعد مشاركتي بتيدكس ظهرته فورت أمي الفيديو فتقبل الموضوع، وكمان شجعني أنه أستمر بهذا الشيء وأزرع. وحتى بعد فترة كذا كان يقول لي ابدأ يقري على النباتات، شوفي ذي النبتة بإيش تنفع وكذا، يعني بدأ يهتم بالموضوع أكثر. أكيد إن شاء الله أشعر بالفخر ناجد إنها تفكر التفكير هذا، وأتمنى إنه بنات القرية كلهم يعني يقوموا بنفس الدور. من الخير للجميع يعني يكونوا إيجابيين، يساهموا بانتشار الزراعة، الأصناف الغير موجودة، كان هذه غير مألوفة موجودة في القرية، من الزهور من الأشياء التي تبهج النظر. وهذا المكان اللي تلاقي فيه بو نفسك هو ذا المكان اللي تستمر فيه بو. مثلا بحكاية التدريس أنا زي أي معيد، زي أي واحد، كان أي واحد يجي حتى على فكرة من خارج الجامعة يعاملونه زينا زي مش 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 عاملني ذيك القيمة. لكن بمشروعي وجدت قيمتي أكثر، وجدت المكان اللي مناسب لي، وإنه أقدر أبدع فيه بو وأعمل فيه بو كل شيء براحتي. الزراعة تعلم الصبر كثير. عندي نبتة اسمها الأمارليس، هذه النبتة، هذه اللي عندي. هذه النبتة طبعا أزهرت عندي بعد سنتين. هذه من أكثر الحاجات اللي تعلم الإنسان الصبر، الزراعة.
كمان خاصة لما أزرع لأول مرة، أين بتزرع لأول مرة؟ أنتظر بشوق متى بتنبت، متى بتبرعم، متى بتطلع الوردة الأولى، متى بطلع للبذور الثمار مثلا تنتظريها، متى بتطلع لك الثمار. علمني الصبر، وعلمني كمان إنه أقرأ أكثر. يعني إذا شي تحبي حاجة، تعرفي حاجة عن أي شيء قبل، لازم تقري عنه أكثر، تتوقعي كمان. علمني كمان التعامل مع الناس. أنا إنسانة مش مرة اجتماعية ومش مرة أتعامل مع الناس. صح بالتدريس أنا كنت تمام متميزة، بس مع فئة معينة. يعني الآن بالزراعة تعرفت على ناس أكثر وفئات أكثر، زبايني مختلفين، من دكاترة، من طلاب، من مدرسين، من ناس عمال عاديين. يعني عندي أنواع كثيرة من الزباين. تعلمت كيف أتعامل معهم، كيف أعرض الشيء، كيف أعرض منتجي مثلاً، حتى أصبحت عندي قدرة أني أقنع الزبون بالشيء كمان. يمكن أنا مش مركزة على نقطة أنه اللغة اللي بيني وبين النباتات كثير زي الناس، لكن أكيد علاقتي في بهم قوية. أنا أحيانا لما في نباتات، في بعض النباتات أعشقها أكثر من نوع آخر من النباتات، فأحيانا تلاقيني مثلا أروح لعند أكلمه زي كذا الأنواع اللي أحبها أكثر. أحيانا لما أشوف تعبان ولا شيء، مثلا طلعت وردة ولا شتها حفلة وكذا، أحس حاجة حلوة. يعني أتعامل معهم زي كأنهم أطفالي. ما هلش ذيك الحب يعني الشديد اللي الدلع دلع، شفت لما عندك أطفال تدلعيهم مرة كذا، لا، تعاملي معهم طبيعي. يعني حتى يقولوا لي أحيانا كيف تكونوا عيالك، أحيانا يعني أتحف لهم، أحيانا لو فينا بتحصى حسين تها تقول خلاص يلا انتهت وراحت خلاص، تعاملي معهم طبيعي. بس يعني في بيني وبينهم علاقة قوية، يعني زي ما تقولي علاقة أم وبناته وأحفاده، وعندي أحفاد وأحفاد، خلاص قد عندي أجيال كثيرة. جينا رحلة إلى حديقة هند، كثر ما يتكلموا عليها الزائرين، صدق فيها زهور غريبة، يعني تحسيها حلوة، وزهور الصدق انبهرنا به، أتمنى كل الناس يزوروها. طبعاً أنا أحب الجوري الأبيض بشكل كبير، أحبه كثير. أنا أحب اللون الأبيض، فأي نبتة تجيب اللون الأبيض أحبه كثير. أحب النباتات الظلية، طبعاً أنا أعشق النباتات الظلية، لأنه تعتبر لي ولا لغيري تعتبر خيار، يعني للناس اللي ما عندهمش أماكن يزرعوا، فتحسيها بديل وخيار مرة حلو. النباتات الداخلية أحب أنواعه، وأكثر أنواع أحبها من النباتات الداخلية نوع اسمه عصفور الجنة، هاي طبعاً نبتة جديدة عدني جبتوها. الزامية كمان أحبها كثير، نبتة صبورة قوية. القفص الصدري تقريباً هذم، والمسبحة، هذم أكثر النباتات الداخلية أعشقها. بالنباتات الخارجية أحب الورد، أحب الجوري الأبيض، دوار الشمس كمان أحبها كثير، يعني في بيننا كذا حاجة كبيرة عند دوار الشمس. أحب الورد بشكل عام. عندي كمان الجربيرة، إن شاء الله نوع بوفره قريب. الجربيرة كمان حاجة راقية وحلوة. النباتات أني أتعامل مع مشاتل بئب، وكمان أتعامل مع مشاتل تعز، أتعامل أني مع الناس كامل. النباتات الخاصة في بي أجيبها من إب، وكمان لما رحت السعودية اشتريت نباتات كمان أجيب من صنعاء كمان. إذا احتاج الزبون نبتة مثلاً هي مش متواجدة معي ذاك الوقت، عادي ممكن أتعامل مع مشاتل تعز. أني بالأول والأخير أهم مصلحة الزبون أني توفر له النبتة اللي يشتيها وقت المناسب، ما يمنعش أني أتعامل مع الكل. إن شاء الله مشروعي هذا مع الوقت يصبح مربح. حالياً هو يعتبر مشروع مش مربح، لكن إن شاء الله مع الوقت بيكبر وبيصبح مصدر دخل ومشروع مربح وأكبر أكثر، وأصبح رائدة أعمال إن شاء الله بمشروعي هذا وبأكثر من مشروع إن شاء الله.
الكثير دائما يلوموني على حكايه اني سيبت السنوات اللي درستوها وسيبت عملي كمعيده، حاجه كبيره عند الناس. انا مش ندمانه، اي حاجه تحصل للانسان بحياته اكيد في لها حكمه. اي لما سيبت الحاجه دي كان علي اولا ضغط، ثانيا لو كنت استمريتوا يعني لو كنت استمريتوا بالتدريس وكذا في حاجات كثيره كانت بتفوتني. اي لما سيبت التدريس خرجتوا انطلقتوا بحاجات كثيره، تعرفتوا على حاجات كثير، جربتوا تجارب كثيره. فما اقدرش اقول او ما اقدرش ابدا اقول اني ندمانه على حاجه مشت، خلاص ذيك تجربه ومشت وعملتوا فيها الحمد لله بامانه وضمير، خلاص وانتهت التجربه وانتهت. والان ان شاء الله هذه بتكون تجربه افضل ان شاء الله، وقدامي ان شاء الله حاجات كمان اكثر. التدريس طبعا سيبت التدريس الفتره الاخيره كان علي ضغط شديد. كنت ادرس بتعز وكنت ادرس هنا بقريتي بنقد قوسين، كان في كليتين، كان علي ضغط كثير بالتدريس، النت كان مش متواجد عندنا، وكان علي ضغط كمان بالتدريس بالمواد. كمان في حاجه مهمه اللي هي المسافه، اي طبعا عشان ادرس تعز كنت لازم اروح انزل من القريه لتعز، والمسافه ساعتين، يعني كانت تدريس تجي مواصلات. ثانيا هنا بالقريه المواصلات عندنا محصوره بوقت معين، يعني عشان اخرج لازم اخرج بوقت معين، عشان ارجع بوقت معين، احيانا كانت تجي المحاضره بوقت وسط النهار مثلا من 10 زي كذا، وانتهاء الدوام احيانا بالعصر. فكنت أحيانا أضطر أنني أروح من التدريس أروح رجل، والمسافة مرة طويلة. فتجمعت علي أكثر من حاجة وضغط شديد، وجاني شغل ثاني فسيبت التدريس وخلاص انتهى الموضوع. أنا بالبداية اللي خلاني أصمم أكثر أنني أعمل المتجر المسافة الطريق، أنني أطلع وأنزل، لأني أصلاً لما اروح القريه اضطر انني اروح اما بالاسبوعين مره اما بالاسبوع مره، بسبب انه المسافه كبيره اولا، ثانيا الطريق وعره. فهذا الشيء خلاني اني لازم اعمل لي حاجه بتعز تكون قريبه للناس. اتذكر بداياتي، دائما اتذكر البدايه كيف كانت، وكيف لما اشتغلت بالارض كيف كانت الارض، كيف كان صعب اني اشتغله، وكيف كانوا الناس يقولوا لي انت هذا الشيء اللي تعمله الان فقط تفريغ طاقه وضغط عليك، بيجي وقت خلاص بتنسي ذا كله. اتذكر الان كيف كنت مصممه واقول لهم لا هذا الشيء بنستمر عليه، والحمد لله الان مستمر. كمان اتذكر كيف كنت يوم من الايام اتخيل انه هذا المكان ممكن يجوا ناس لهنا يشوفوا انه كيف المكان ممكن اشاركه للناس. انا يعني كنت زمان ازعل اني الحاجات دي كلها عندي مش قادره اشاركها للناس، فسبحان الله وجاء يوم كمان والناس بقت تطلع للمكان نفسه وتشاركني جمال المكان. خلال ما أني أسوق للحديقة وأسوق للنباتات تجيني كثير أسئلة إنه فين هذا المكان، وهل تستقبلوا الناس عندكم، ونتمنى نحن نشوف المكان بالطبيعة. فاني دائما ارحب انه الناس يجوا عندي للحديقه، نرحب بزوار يجوا للحديقه وللقريه كمان، احنا عندنا بالحديقه وبالقريه بشكل عام مناظر حلوه ومناطق حلوه كمان. فاني استقبل الزوار للحديقه على فترات ويقضوا وقت حلو عندي بالحديقه ويستمتعوا وياخذوا فكره حلوه، وكمان بنفس الوقت ياخذوا فكره عن الزراعه والنباتات، تلاقيهم يرجعوا بعدين نفسي نزرع نفس ذيك النبته، نتمنى ان احنا يكون عندنا نفسيك، وبدا اشجعهم انه يكون عندهم حدائق مصغره نفس حديقة هند. الدنيا ذي احنا نعيش مرة واحدة، لازم نعيش الحياة ذي اللي مرة واحدة نعيش فيها كل حاجة. زي مرة قرأت كتاب اسمه داي امتي، يعني ما تموت إلا وقد عملت أو حققت كل الحاجة اللي بنفسك فيها. فأني أمشي على هذا النهج إنه لازم بحياتي أي حاجة أتمناها وأني قادر أني أعمله أعمل على طول، ما بخلش على نفسي فيها. إنك ما تبخلش على نفسك مش بالأشياء بالماديات بالأكل كذا، إنك ما تبخلش على نفسك بسعادتك، بحاجة تتمناها، بأهداف تتمنى أنك توصل له. فأني مقررة بحياتي إنه أستمتع بكل لحظة بحياتي. صح الاستمتاع يجي بعد تعب شديد،
لكن بالأخير أنت تخرج بنتيجة. فكل واحد منا لازم أي حاجة براسه إنه يأكد على هذا الشيء، أنا بعمل هذا الشيء، أنا بوصل له، أنا نفسي بحاجة معينة، خلاص أنا بعمل وبتعب وبوصل له، لازم بنوصل. إحنا ما نوصلش لما نتعب، إحنا نوصل لما نكون جاهزين. والباب بيفتح لكن بوقت المناسب.